الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه آه مقتل بجهل لا كفال الله كفال تسعة واثنين حلقة رقم اثنين وتسعين أو جهل كفى موتا حلقة حلقة الحلقة الله وكان أبو جهل في عصابة جعلت سيوفها ورماحها حوله مثل السياج أبو جهل مجموعاتكم يسأل أحاطوا أبوك كردون أه مسلم وقلم مسلوم بسي بسيوفهم بسي وبكونهم العقوبة على وكبدهم على باكم على وكان في صفوف المسلمين حول عبد الرحمن بن عوف شابان من الأنصاري لم يامن عبد الرحمن أه مكانهما اذ قال له احدهما سرا من صاحبه يا عم ارني ابا جهل حو على مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم دي معركه الله وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة الأجلاء الأمورتو قلوب يلوم اللوم كروات حو اللي أبو جهل إلى بس لأكانو أرئينا وحبر الناتو وبيلو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قلو لتعايروا قلو على وحنا مرادو بنا أبي لوم فراس لكلوت حول مجاهدين وتوم معاذ ومعوذ لبولوم لوم ولاد آه عفراتهم هذا إيه اذ قال له احدهما سرا من صاحبه يا عم ارنا ارني ابا جهل قال وما تصنع به؟ قلت هذا الكاتب اللي عبد الرحمن بن عوف قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي بيده لإن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا والله وبالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى على من رأيو والله لأن تبنا أن تك مينا لا شف ميت أو قتلني أو قتلكم ديكو لأن تبنا أن شملت قبل إيكو بيليو بلا محلا لورات من نوم, آه نوم صحابة لا أبطال وقال الآخر مثل ذلك لا ما كان أيكم سليو بيلا والله أنا عمل حيا من بدر ومن رأيو يا أنا هاتو بيلا رضوان الله عليهم فلما تسدعت الصفوف خلاص الصفوف تحابرت وشطار حصل صفوف المسلمين هجموا وفرت اولى مشركين ولا قتال مره واحد حفنة. وادماي وحنقل ايدي كل البات قبا الا مرت الا كم سله صفوف فحبرت وفرتقت ودي بدي بحت الا وقت الا آه عبد الرحمن بن عوف أه فلما تصدعت الصفوف رآه عبد الرحمن بن عوف يتجول فأراهما فَابْتَدَرَاهُ عبد الرحمن بن عوف ليه يتبيه اليوم اليوم فبقيت بقيت بادروا و لأورد آه لا لا قبض ولأوروت ولا كمان آه آه من العلد أبطيو وكلهم ناو بيلو أسك رسول الله صلى الله عليه وسلم سعوا ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سلمت أو انا قتلكوا انا قتلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم يبي اليوم كل ايدكم قتلكم بيوم اليوم، وهتم معاذ ومعوذ ابناء عفراء، وقد استشهد معوذ في نفس القزوه، ومعوذ دي قد الله، ديبا استشهد، أه وبقي معاذ الى زمن عثمان رضي الله عنه، واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب ابا جهل أو أبي جهل لسلاب من أبو جهل الناس كل أقولها بيو اللي آه النبي صلى الله عليه وسلم اللي معوذ أقولها بيو آه وبعد انتهاء المعركة خرج الناس في طلبه أو خلاص المعركة انتهت وقال لهم ورا لا وبقرجا ورا داب طيب أيوة ابو جهل وموتى وموتا امسلوكم منه لكن لحدوا على وكانوا حدو وعلى معركة انتهت، خرج الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي، راوى الحديث الكثير المعروف الجليل. درك بيو ولسع وحده فاجرت على وبه رمق. فوضع رجله على عنقه واخذ لحيته ليحتز راسه. ب شك مبار وحدك انت ايو قال ابو جهل قلت تقعدوا كرايا اليه وقال هل اخزاك الله يا عدو الله؟ ربكم سال خذوه تقلك يا عدو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلكاتت بالعلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعير علكة وتنوع علكة وتأك علكة وتأزع علكة ومسلمين أزيك ودعوات أزيك وأدي ما قال يتعقبل ندق أبيك اللهم كلهم إنسان ما تأكد أنك تقاتل للي بالهجاء كم سليه رب أخزيك يا عدو الله يقول هلا اللي السحاب الجليل عبد الله بن مسعود وبماذا أخزاني بهذا أبو جهل هل 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 فوق رجل قتلتموه يعني الانسان لقتل لا, قتل... لا يعني ولا مين لا بكم الناس ما من ركب كاتل بالله وقال فلو غير اكان قتلني وربع قاتلين من قبل وربع قاتلين ثم قال اخبرني لمن الدائره يوم لسه كمان بيلي الان يوم لدائرة تقول من الليل لا تقول من ما انت صار يوم من تلفائز لا 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 بيلي آه قال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود هي اللي بقول لها قل رب العالمين وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى نصر ولا دائرة يوم قلومتا بيليو قال ابو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم استك عدي لقرور لنايو ولا كبر ولا جبروت ولا طغيان الطاقي ابو جهل فرعون هذه الامه فاقر مني على بقول يا رويال القنم أكان أكان وقل لك ومن العل لك يا بع العطال يا عطال يقول هلا قل الجليل عبد الله بن مسعود وقطع عبد الله بن مسعود رأسه ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أولا تقادي باتك كالحنقل تعطينا نرى عيمه أبو بن مسعود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الله اكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وقال هذا فرع هذه الامه النبي صلى الله عليه وسلم انا اقرا اقتراكاتكم زي البيلي ان شاء الله انا اقتلك بيلي النبي صلى الله عليه وسلم اللي وربي يعين لو عسى ليو وتقاتليه ولا معركه لكم سلم وتا الا ابو جهل وكل واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم على وقول صلى الله عليه وسلم لا عذبهم اكي موت موت وخاتمه سيئه موت لانه نبي الله خاتم الانبياء سيد البشر يقول له هذا علو وددنا دعوات وددنا حق وددنا الاسلام باطل علو والله سبحانه وتعالى قال النبي هو يوم. وكم سال لي اعداء الله اور اور او ودائما اعداء الله واعداء الاسلام واعداء المسلمين ومجرمين وظالمين وتقات اواخرنا يوم وخيمة قبي وعاقبتهم إن شاء الله يعني خسرانة قبي وكيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم وربنا يدر الدائرة على كل ذال على كل عدو مسلم على كل عدو للمسلمين للاسلام والمسلمين اللهم مكن الدين ومكن أوليائه وارفع راية الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته